مرحبا اعزائي المتابعين، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. تحياتنا للجميع. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد وتحديث جديد بخصوص لعبه الجراند تراك سيميلاتور الثانيه. طبعا لعبه جدا ممتعه او راقيه، ويعني جرافيك مو طبيعي بيه. تمام، مثل ما تلاحظ هاي اللعبه قبل ما نبدا بالشرح، ما بتفرق اللي يشترك في القناه مع جرس الاشعارات يوصلكم كل الجديد. تحياتنا للجميع. تمام، طبعا اول ما تدخل هاي اللعبه شباب، اول ما تدخل هاي اللعبه ان شاء الله طبعا تقدر يعني هسه مثلا تروح على هذا البيت. هذا البيت يعني يطلع لك مثلا الشاحنات اللي مشتريها انت. هار طبعا اللعبه جديده نزلتها، ما كنت يعني العبها نهائيا، فشفت عنها فيديوهات وكلش عجبتني، قلت خل اصورها او اوضحها لحضراتكم. تمام، مثل ما تلاحظون اعزائي المتابعين، طبعا مثل ما تلاحظون هذا البيت هنا اللي يقصد في يعني اي شاحنه تريد يعني تشتريها وشي. طبعا هي اللعبه لحد الان يعني كل لعب عادي طبيعي يعني بدون انترنت. تمام، او الاوف لاين بعد ما نازل، الاونلاين لاين بعد ما نازل يعني به كله اوف لاين يعني عادي تقدر تلعب بدون انترنت. طبعا مثل ما تلاحظون شباب، هسه حاليا نجي على هاي الفقره الثانيه اللي هنا. طبعا هاي الشاحنات هم ما فاتحينها لحد الان. نجي هاي الفقره الثالثه اللي هنا، هاي الخرائط. هاي هنا خرائط مثل ما تلاحظ خريطه امريكا، هاي بهذا الشكل تجي. خريطه الارجنتين بهذا الشكل، خريطه البرازيل مثل هاي. تمام، خريطه تشيلي والارجنتين يعني دامجيها. تمام، فلعبة كلش حلوة، تقدرون تستفادون من عدها، تقدرون يعني تلعبوها. طبعا مثل ما تلاحظ هنا، هسه نرجع نشرح لكم مرة أخرى. تجي هنا هاي مهام شباب، مثل ما تلاحظ هاي المهمة الأي فيها من الواحد للسبعة، المهمة بي كذلك أيضا، يعني عندك من ال وتكمل المهام. كل ما تكمل مهام اكثر كل ما تستفاد وتجمع تقدر فلوس. تمام، وهسه هم نعطيكم شغله شلون تقدر تجمع الفلوس. تجي هنا طبعا هاي هنا يعني منطيك خيارات، مجموعه خيارات هنا باوع. هاي كلها بونص يعتبر. تمام، يصفحوا لك طبعا. تمام، مثل ما تلاحظ عزيزي، مثل ما تلاحظ عزيزي المتابع، مثل ما تلاحظ عزيزي المتابع، طبعا هنا أنا عندك البنزين عليه 10%، عندك هنا أنا 50%. تمام، عندك هنا أنا 5%، وعندك هنا أنا مات يعني هذا التسطيح 10%. تمام، تقدر هسه أنا مسوي هاي تخفف عنك يعني مثلا المصاريف. تمام، تقدر مثلا هاي هنا تصلح لك بونص 10%، تقدر هنا من طول بنزين الى بونص 10%. فهذا هاي تلاحظ يعني لازم تشوفه عن طريق فيديوهات، لازم رابط اللعبه على الانترنت اذا تحب يعني مثلا، لان هي مو شرط اللي تربطها على الانترنت وتلعب، لا عادي، بس هي هنا على الانترنت تقدر تشوف فيديو. تمام، على مود تقدر من خلالها يعني عادي طبيعي تقدر تاخذ البونص. تمام، تجي هنا نرجع على اي هاي الخرائط. هسه مثلا اي 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 خريطه يعجبك، مثلا بابريكا هنا. تمام، تجي تختار السياره، اي سياره يعجبك. هذا هسه مثلا براد. تمام، طبعا اللعبه كلش حلوه يعني. هسه مثلا هنا تجي على الشاحنات. خلينا نشوف الشاحنات وين صورها. ثواني، اي هيات هاي الشاحنات شباب، مثل ما تلاحظوا هذا المتجر، بس هذا الكتروز، هذا يا موديل 2019. شوف ايش قد ماشي، هذا مو جديد، هذا مو جديد. سعره 87709 هذا الباي. تمام، عندك 15 شحنة. هسه مثل هذا موديل، هذا 2000 و بس هذا موديل 2014. تمام، موديل 2014. تمام، عندك هذا ماشي ال 212 ألف و 632 مثل ما تلاحظ.
وهذا ماشي مليون وشوي. هذا تجي هنا بقى شو تباوع؟ تباوع مثلا المحرك، باع محرك ماله مثلا، يعني لو باب ضعيف لازم تبدل له دهن، تبدل له محرك، تخلي لها زيت السيارة، تشوف تاياراته، تبقى ساعة قديمة، هاي يحتاج لها يعني تعديلات مثل ما تلاحظون. تمام شباب. طبعا هي هاي اللعبة، هاي مثلا همات ايضا، هذا الاسكانيا موديل 1988، طبعا سعره 40164. تمام، تقدر تشوفه من هنا على هاي البوصلة، تقدر تشوف برا. هذا حاليا يحتاج هواي تغييرات، هواي تعديلات اصلا يعني. تمام، تقدر تشوف التيارات، تقدر تشوف تقدر تشوف التيارات، وتقدر تشوف يعني مثلا المحرك، الديسكات مال السيارة، هواي أمور تقدر تشوفها فيك. تمام، مثل ما تلاحظ هذا همات نفس الحالة، هذا هسه حاليا موديل 2011، وهذا همات أيضا الجديد هسه يطلع لنا مبين عليه جديد. هيا تباوع 0 الكيلومتر، إذا هذا جديد، هاي الشاحنة جديدة. تمام، عندك هاي الشاحنة أيضا جديدة، بس أسعارها مش قد 128,400 ألف دولار. تمام، هاي جديدة عندك، هاي ما تقدر تشتريها، لأن أنا أصلا هسه حاليا عندي جد هذا الأكس بي، هذا الأكس بي طبعا 3000، هذا يعني مثلا الفلوس مال الشركة مالتي أنا حاليا يعني اللي مسويها. تمام، 3933 ألف. تمام، هسه تجي هنا تشيك، تقدر تشتري أي شاحنة أنت. تمام، أي شاحنة، هذا موديل 2020 هذا. كلش راقي شاحنات، تمام، هذا الكتروز كل جديد، تقدر تشوفه وتستخدمه. طبعا طبعا، شلون تجمع الفلوس؟ مثل ما عرفنا شباب، تجي هنا تختار الحمولة، مثلا تختار هاي، بس هاي هواية كلش يعني، هذا براد، هذا هنا عندك قد تمشي 262 كيلومتر. تمام، قد ينطيك الاكس بي؟ ينطيك 10,480 ألف. تمام، تجي هنا تمشي قد هاي السيارة، تمشي 146 ألف. تمام، وينطيك 5,840. مثل ما تلاحظ، كل ما زادت المسافة كل ما انطوك أكثر. وتقدر هاي من هنا تجمع الفلوس، تظل تجمع فلوس تجمع فلوس، تقدر عادي طبيعي. طبعا مثل ما تلاحظ، أي خريطة يعجبك تاخذها، تدوس على الخريطة منها. تمام، تطلع لك الخريطة هنا، هات مثلا البرازيل، اختاريت البرازيل، الأرجنتين، تطلع لك الأرجنتين، وين ما تريد بأمريكا تقدر تسافر بأمريكا يعني مثلا. تمام، مثل ما تلاحظون هاي هنا تقدر تجمع فلوس، تقدر تشتري سيارات، تقدر تطور السيارات مالتك. تمام، او الشركة مالتك طبعا. تمام، هسه مثلا خلينا نسوي نشوف لكم فقرة، ندوس هنا عن الجرافيك شوية من الصيف، لان لعبت شوية بالاعدادات، فالجرافيك شوية راد للتعديلات. تمام، هسه تشوف لكم اياها موجودة بالإعدادات يعني. على العموم نجي هنا ندخل، مثلا تجي هنا تدوس على الصح، تجي هنا على السعر. تمام، احنا هنا راح نروح مثلا برحلة أو ناخذ حمولة. تمام، مثل ما تلاحظون شبابنا الأعزاء المتابعين، ومثل ما تلاحظ هسه، مثل ما تلاحظ شبابنا الجرافيك النصي هنا، تجي هنا تشوف السيارة،